فاز النائب عاطف الطرون في الجولة الأولى من المنافسات برئاسة مجلس النواب 18 للدورتين المقبلتين للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن حصل على أصوات 69 نائبا، فيما حصل منافسه النائب عبد الكريم الدغمي على 34 صوتا والنائب عبد الله العكايلة على 21، وألغيت 5 أوراق واحدة منها بيضاء، فيما أدلوا 129 نائبا بأصواتهم. عاطف الطراوي 69، عبد الكريم الدغمي 34، عبد الله العكايلي 21، هناك 5 أوراق وواحد بيضاء. جاء ذلك في الجلسة الأولى التي عقدها مجلس النواب ظهر الاثنين، وترأسها النائب فوزي الطعيمة بوصفه أكثر النواب أقدمية، وساعده أصغر نائبين وهما زينب زبيد وقيس زيادين. ورفع طعيمة في كلمة افتتح بها أعمال المجلس إلى جلالة الملك التهاني والتبريك بافتتاحه أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 18 ولرعايته مسيرة الديمقراطية والإصلاح وبناء الدولة الحديثة، منوها بأن الشعب الأردني يرفض وبشدة كل أشكال الفتنة والفرقة. وبعد أن تبوأ النائب الطرون سدة الرئاسة إثر إعلان فوزه، ألقى كلمة شكر فيها النواب وأكد لهم أنه سيكون عند حسن ظنهم وقائما بالمسؤولية خير قيام ومتمسكا بنهج التشاور مع الجميع لما فيه مصلحة المجلس والارتقاء بأداء السلطة التشريعية كركن دستوري أصيل يحظى بثقة ودعم جلالة الملك. بداية نتقدم بالشكر للزميلات والزملاء كافة بعد أن نلت سبب الثقة، سائلا المولى عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم خادما أمينا وقائما بالمسؤولية خير قيام ومتمسكا بنهج التشاور مع الجميع لما فيه مصلحة هذا المجلس والارتقاء بأداء السلطة التشريعية كركن دستوري أصيل تحظى بثقة ودعم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. وهنأ رئيس الوزراء هاني الملقي الطرون بفوزه برئاسة مجلس النواب، كما هنأ أعضاء مجلس النواب 18 بفوزهم بثقة الشعب، معربا عن احترامه لدور مجلس النواب، فيما أعلن أن الحكومة جاهزة وعلى أتم استعداد للتقدم من المجلس بطلب الثقة في الوقت الذي يحدده. كما انتهز الفرصة لأتوجه بحرص التهنئة والتبريك إلى جميع أعضاء مجلسكم الكريم بنيلهم ثقة أبناء الوطن واجتماعهم الأول تحت قبة البرلمان، وهي مناسبة عزيزة نؤكد فيها حرص الحكومة المطلق على التعاون والشراكة الحقيقية مع مجلسكم الكريم والتزامنا الكامل بأحكام الدستور واحترام دور مجلس النواب في مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها. وفي ضوء ذلك أود أن أعلمكم سيد الرئيس بأن الحكومة على أتم استعداد لعرض بيانها وطلب الثقة من مجلسكم الكريم على أساسه في الوقت الذي تحددونه سندا لأحكام المادة 53 من الدستور، حيث يترتب على كل وزارة تملى أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. بدوره بارك النائب عبد الكريم الدغمي للطرون الثقة زملائه، معلنا أنه على أتم استعداد ليكون عونا لهم وليس عبئا عليه، كما تمنى أن يكون النواب جميعا على قلب رجل واحد. لك ثقة الأغلبية في هذا المجلس لتكون رئيسا للدورتين القادمتين، وأعدك لأن أكون عونا لك لا عبئا عليك كما عهدتني قبل دورات كثيرة تزامنا بها في هذا المجلس، وأنت تستحق هذا الموقع بكل جدارة وبكل رجولة وبكل موقف عرفته عنك، وأشكر الزملاء الذين انتخبوك عن قناعة
واشكر الزملاء الذين انتخبوا زميل الاخر معالي الدكتور عبد الله العكاد عن قناعه، واشكر الزملاء الذين انتخبوني عن قناعه، كما اشكر ايضا جميع الذين وعدوني ولم يعطوني اصواتهم ايضا. واتمنى لك ولمجلسنا الكريم في بدايه عهده وفي هذه الاستقبال الطيبه ان نكون جميعا معا لخدمه وطننا وللقيام بواجباتنا وبالاعباء الملقاه علينا وخدمه هذا الشعب الطيب الذي ارسلنا الى هنا لنحقق اهدافه ورغباته المشروعه والمعقوله والمطلوبه. وافتتحت جلسة الأمس بآيات من الذكر الحكيم، فيما تلا الأمين العام لمجلس النواب حمد غرير الإيرادات الملكية المتضمنة إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 7 من الشهر الحالي، وتلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادية اعتبارا من الاثنين الموافق 7 من تشرين الثاني 2016، وكتاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية. أعلن افتتاح الجلسة. أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الأردني 12، تحية واحترام. اسمحوا لي أن أرفع باسمكم إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية أسمى آيات الولاء والعرفان والشكر لافتتاحه لمجلس النواب 18 في دورته العادية الأولى. وأدى النواب القسم الدستوري، فيما غاب النائب عدنان ركبت عن جلسة أداء القسم بسبب تلقيه خبر وفاة ابنه، حيث قدم رئيس الجلسة له التعازي والمواساة.